محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله تقدم يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. باذن الله اليوم عن شيء مهم جدا وخطير جدا. احد رؤساء الدول العربيه لا داعي لذكر اسم الدوله او اسم ذكر اسمه اصدر منشور او بيان انه يريد ان يسبان ميراث الرجل والمراه، ويريد ايضا ان هو يزوج المراه المسلمه او يبيح زواج المراه المسلمه من الرجل الكافر او اي رجل ايا كانت ديانه الرجل ده. طبعا ده كلام كفر، الكلام ده هو فيه صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وفي انكار يعني انكار شيء معلوم لديم الضروره، في تحليل لما حرم الله سبحانه وتعالى. فطبعا يعني الانسان اللي ينكر شيء من الدين معلوم، من شيء من الدين، من انكر شيئا معلوما من الدين بالضروره او حل ما حرم الله سبحانه وتعالى، كفر وخرج من خرج من منطقه الاسلام. للاسف الشديد في ناس هناك في الدوله دي وافقوا على ما قالوا وايدوه. طبعا دي مصيبه كبيره. فانا حبيت ان انبه النقطه ديت، لان بيحصل عدوى لما تحصل شيء في دوله معينه تنتقل الى الدول الثانيه. لما حد معين رئيس دولة يعمل حاجة هنا حد ناس بتقلده. فأنا حبيت أنبه للنقطة دي، لأن نقطة خطيرة جدا. العلماء بالإجماع قالوا من أنكر شيئا معلوما بالدين بالضرورة كفر، خرج من الإسلام، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفع في مقابر المسلمين. لا يعني لا يكفن ولا يدفع في مقابر المسلمين، يدفع في مقابر الكفار، مقابر النصارى، مقابر أي حتى. يؤيد هذا ما قاله ما حديث سيدنا عمر. في عهد سيدنا عمر في ناس شربت الخمر في مدينة بعيد يعني، فسيدنا عمر أرسل الجابي بتاعه، أرسل العامل بتاعه على المدينة وأمره إن هو يقيم الحد على إن هؤلاء الناس اللي هم شربوا الخمر. فتأولوا آية في القرآن تأويل فاسد، ونوع من التبرير، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذي أنزل عليك آياته، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. ربنا سبحانه وتعالى أن في آيات في القرآن متشابهات، الآية في ظاهرة تحتمل أكثر من تأويل، لكن هي في باطنها لها تأويل واحد يوافق السنة ويوافق القرآن، أو ربما يكون عدة تأويلات توافق القرآن وتوافق السنة، والله أعلم بما في ضمير الله سبحانه وتعالى، لكن ليس لها تأويل لا يوافق القرآن ولا يوافق السنة، لكنها في ظاهرها تحتمل كل هذا. يوم الناس اللي هم هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، فهم عملوا كده، تأولوا آية في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. الآية دي نزلت في مين؟ نزلت في أقوام شربوا ماتوا قبل تحريم الخمر، فالصحابة أشفقوا عليهم، قالوا طب دول موقفهم هيبقى إيه؟ لأنهم علموا مدى خطورة الخمر ومدى جرم من يشرب الخمر. يعني اللي بيشرب الخمر حدا في الاسلام يجب ان يجلد 80 جلده، حد بالظبط حد القصف. يعني كان الرسول كان بيجلد 40 في زمنه، كان في بعض الاحيان بيجلد 40 بصوت له فرعين مش فرع واحد. فعشان كده الصحابه اجتهدوا في زمن سيدنا عمر وسيدنا علي، يعني قال الاقتراح وسيدنا عبد الرحمن بن عوف ان هم يزودوا ال 40 ويخلوها 80 لما الناس ازدادت في شرب الخمر. قالوا ان الانسان اللي بيشرب الخمر ضروري لازم هيقع في القصف، فنخلي حد الخمر كحد القصف، حد القصف المحصنات اللي هو 80 جلدة، ومشى على هذا، وكان إجماع من كل الصحابة في زمنهم، وأصبح حد حتى الآن. طبعا الحد ده مهدر ولا ينفذ، والخمرات مفتوحة عادي مفيش مشاكل، الخمرات مفتوحة عادي مفيش مشاكل، يعني الناس بتطبع وتشترى على مرأة ومسامع من الناس، مش دي النقطة. المهم فهم قالوا ايه، بعتوا سيدنا عمر قالوا له مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. ما دام احنا مؤمنين بنصلي ونصوم ونزكي ونعمل كل حاجه، بنكون احنا عايزين وشو احنا عايزين؟ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح، احنا عايزين فيما طعموا
بشرط اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا احسنوا. فده بنعمل الحاجات دي يبقى احنا ما عندناش ذنب في اللي بناكله. دي نزلت يا جماعه في الناس اللي هم كانوا بيشربوا قبل الخمر، قبل تحريم الخمر، وماتوا قبل التحريم. فهم ما عليهمش جناح. ليس على الذين امنوا جناح، ليس على الذين عملوا الصالحات جناح في مطاعم اذا ما اتقوا. يبقى هم كان في زمانهم في وقتهم ما كانش فيه، ما كانش معلش عليهم ذنب، لان هم كانوا ان هم اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات، لان الخمر ما كانتش لسه بقت حرام. يبقى هم ما اخطاوش في حاجه. فهم تاولوا خدوا الايه دي على ظاهرها وقالوا ايه مش بعته. فطبعا سيدنا عمر بعت لهم، قال للراجل الراجل بتاعه قال له اسالهم انتوا بتستحلوا الخمر ولا بتستحلوهاش؟ اذا قال لك احنا يعني بنس عارفين انها حرام، اجلدهم 80 جله حد شرب الخمر. قال له وقت. واذا قال له انه اذا ما بيقوم بيقول وقت احنا بنستحلها لان ربنا قال كذا كذا كذا، اقتلهم حد الرده، ولا تكفنهم ولا تغسلهم ولا تدفنهم في مقابر المسلمين، تدفنهم في مقابر الكفار او مقابر النصارى. ده كلام سيدنا عمر. فبعتوا الناس فاول ما سمعوا الكلام ده قالوا لا 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 الخمر حرام، الخمر حرام، احنا مش يعني نقر ان الخمر حرام. اي انسان يحارب شرع الله سبحانه وتعالى، ممثل فاسق طلع وقال مثلا الحجاب ده اظلام وجهل، تأييدا مثلا لوزير والعياذ بالله فاسق معروف ان هو مثلا مثلي له علاقات او مع رجال او غيره، هذا كلام كفر. بعض العلماء استثنى الجهل، الجاهل اللي عنده جهل شديد، واحتجوا بحديث الرجل بتاع بني اسرائيل اللي كان مسرف على نفسه الذنوب وجمع اولاده وقال لهم اذا مت فاحرقوا جثتي حتى تجعلوها رمادا ثم انثروها في الهواء حتى لا اكون شيئا. فوالله لئن قدر علي يا ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. فجاءت القيامه فقال الله سبحانه فيقول الله سبحانه وتعالى كن فيكون، فيبعثه الله سبحانه وتعالى ثم يقول له او سيقول له سبحانه وتعالى لماذا فعلت هذا؟ قال يا رب خفتك او خفت ذنوبي. قال فيقول الله سبحانه وتعالى ادخل الجنه بخافتك مني او بخافتك مني. فبعض العلماء احتجوا بهذا الحديث وقالوا هذا الرجل فعل فعل الكفر، ان هو ظن ان هو او تصور كفر، ان هو ظن ان هو لو حرق وتحولت الى رماد ربنا مش هيقدر عليه، مش هيقدر يجيبه. وهذا طبعا هذا يخالف صريح القران، لان يعني انت كده حددت قدره الله سبحانه وتعالى، جعلتها قدره محدوده، ان في طريقه للهروب من ربنا سبحانه وتعالى، انك انت تحرق جثتك دي طريقه. فده كفر، لان يعني ما فيش اله يكون قدرته محدوده. فانت كده كانك بتنفي الالوهيه عن الله سبحانه وتعالى، وتنفي ان انت عندك طريقه تهرب من البحث. فده يعتبر كانه كفر. لكن ربنا سبحانه وتعالى انه جاهل جابه وقال له عملت كده ليه؟ قال له كنت خايف منك. فربنا سبحانه وتعالى رحمه الخوف الشديد، الخوف في الاخر حياته من الله سبحانه وتعالى من ذنوبه. بعض العلماء قالوا انسان جاهل مش فاهم هو بيقول ايه، ربما يغفر الله سبحانه وتعالى. لكن اذا كان انسان فاهم وعارف هو بيقول ايه كفر. بعض الناس دلوقتي بيقول مثلا الحجال يعني الرجم ده وحشيه، يعني مثلا ايه يعني الرجم ده كان امر الرسول صلى الله عليه وسلم، قطع السارق دي وحشيه، ايد السارق دي كانت ايام حاجات الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاص. دلوقتي ما ده كفر بالله. الانسان اذا قال هذا يكفر بالله من حيث لا يعلم، ويقرب وما يخرج من المله تماما. فاذا الانسان قال هذا يبقى عند جمهور العلماء كفر وتخرج من الاسلام. دي مساله خطيره جدا. فالناس اللي اتبعت هذا الرجل على كلامه او هذا الرئيس على كلامه شاركوه في الكفر واصبح كفار زيه، ومش هينفعهم يوم القيامه. يوم القيامه ما هشوفهم هيهرب منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى واذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا راوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. شوف الحصر، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه. فالشخص اللي وداك في داهيه ده وكفرك هيهرب، اول واحد هيهرب منك يوم القيامه، هيقول ما عرفكش، هيقول ربنا سبحانه وتعالى ما قلتلوش حاجه، هو اللي عمل كده من نفسه، لغايه ربنا سبحانه وتعالى يزنقه ويكتم على لسان يعني على يشل لسانه ويكتم ويختم على فاه على فيه وما يقدرش يتكلم، فتنطق عليه اعضاءه وتشهد عليه.
ف الرسول صلى الله عليه وسلم نبأ بأن هيكون في أقوام كهذا، يقولوا بيقولوا قال الله قال رسوله بسم الله الرحمن الرحيم وبتاع، وهم كفار يعني كما قال الله سبحانه وتعالى يكون سيكون أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه وصيامه مع صيامهم، ويمرقون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن لكم بقتلهم أجر. شو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ يعني ما هيكون في ناس الواحد منكم بيحتقر صلاته جنب صلاته، لما أشوفهم بيصلوا وأنا ما بصليش، لما أشوفهم بيصوموا وأنا ما بصومش، لكن بيقولوا كلام يخرجوا من الإسلام خالص، يمرقون من الدين كما يهرب السهم من الرمية، أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن لكم بقتلهم أجر. يعني لو شفتهم في أي مكان قتلهم ليك ثواب عظيم بقتلهم، لأن دول كفار، يعني هو كفر بدين الله سبحانه وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فهذا الرجل الذي نطق بكل الكلام الكفر ده سقطت شرعيته، يعني المفروض ان هو يعني خلاص ما يفرق، لا يجوز شرعا انه يصبح انه يكون رئيس لدوله مسلمه مثلا، والمفروض شرعا انهم يقيلوه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيكون امراء يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قالوا يا رسول الله افلا نقاتلهم؟ قال لا الا ان تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، كفرا بواحا يعني كفر بواح، يعني تتصرف منه تصرفات تدل على كفر تمام. فهذا باجماع العلماء او راجل كفر بالله وقال كلام كفر، لانه يحرم ما احل الله سبحانه وتعالى او يحل ما حرم الله، فوضع نفسه مكان الله سبحانه وتعالى وانكر شرع الله واعتبر ان شرع ده غير صالح، بعد ما شرع ربنا غير صالح يبقى ربنا مش اله، ربنا سبحانه وتعالى يعني في اله شرعه ينفع، يبقى انت شرعي يقول انا شرعي انا عارفه هعمل كذا 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 لان انا مش عاجبني اللي موجود في القران ده. يبقى هعمل كذا كذا لان انا مش عاجبني اللي موجود في القران ده، اللي انا بقوله احسن خلاص، يبقى انت بتفهم احسن من ربنا. طيب اللي بيقول ان انا بفهم احسن من ربنا ومش عاجبني وشرعي انا احسن من شرع ربنا، يبقى كافر ولا مش كافر؟ يبقى الرسول استثنى الا ان تروا كفرا بواحا. فالناس اللي وقفت معاه كفرت معاه، والناس اللي هتوافق بقلبها حتى من غير ما تتكلم وقعت في الكفر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فعلت خطيئه في الارض فمن غاب عنها وراضي بها فقد حضرها، ومن حضرها فانكرها فقد غاب عنها. الحديث بيقول ايه؟ واحد قتل ناس بدون ذنب، عمل جريمة معينة، الناس اللي حضرت معاه، الناس اللي كانت حاضرة وانكرت هذا الكلام بس كانت حاضرة غصب عنها، بس يكون ما شاركتش بفعل، كان ممكن بقلبه يبقى هو مكانه ما حضرش، واللي ما كانش حاضر وغرضه كان سقف له قال له تسلم ومش عارف ايه والكلام ده، يبقى كأنه شارك في هذا الفعل، كانوا شارك في هذا الفعل، حياتي شريكة يوم القيامة في هذا الفعل. يبقى الإنسان يخلي باله كويس جدا، لأن الشخص اللي هو كفرك ده مش هينفعك يوم القيامة، هيهرب منك وهيهرب. وأنا قلت أقول الكلام ده لأن هتحصل عدوى، يعني الشخص اللي قال كده ده في زيه كتير في الدول التانية، هنا وغيره هنا ومش عارف، فبتظهر عايزر حد هنا يقول نفس الكلام وعمال ناس تتبعه برضه. فأنا بحذر من الكلام ده، وأريد برضه يعني اللي سمع الكلام ده يحذر، لأن هيحصل كان حصل في دولة معينة هينتقل إلى دول أخرى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.